وما الذي يعنيك أنت في هذا الأمر؟ يعنيني الخير الوافر الذي ستحمله الحيرة لنا، فلابد أنهم يدفعون مقدارا عظيما من المال لقاء حماية حجاجهم. وهل تظن أنك ستنال شيئا من هذا المال؟ إنه مال للقبيلة كلها، بل هو لسادة عبس، يستأثر به من يملك من المال ما يكفيه ويزيد. وما الفرق؟ سادة عبس هم من يرعون شأنها وشأن أهلها. هل تعي ما تقول؟ انظر حال الناس، انظر حالي وحال رفاقي من العبيد. لولا بعض ما يأتي به عروة من طعام لما عرفنا طعم اللحم، لما وجدنا لأنفسنا كساء يقينا الحر والبرد. أم ماذا؟ أم أنك نسيت؟ لا لن لا لم أنسى يا شيبول، ولكن تلك الأيام ليست كهذه الأيام، والملك قيس بعد ملك رحيم، لا يرضى أن يستأثر بعض الناس بالخير والنعيم دون غيرهم. هل تعرف؟ صدق ما شئت، لكنك ستعرف بعد حين أنك على خطأ.